أما هلأ وصلنا لمحطتنا رح نحكي فيها يمكن عن حديث كل الناس بتسمعه بشكل عام من دون ما تدخل بتفاصيله. كلياتنا بنفيق أوقات من النوم بنحب نلبس لون معين غير الألوان اللي نحن بنعتادها، منروح هيك لنختار مكان معين بديكور معين ونقعد فيه. طبعا طاقة المكان وطاقة الألوان هو علم ودراسة موجودة وبيأثر بشكل عام بحياتنا. رح نتعرف أكثر على طاقة المكان والألوان مع ضيفتنا بالاستوديو خبيرة بعلوم الطاقة الأستاذة لنا كورياس. على صباحك. صباحكم صباح الخير والألوان والطاقة الإيجابية إن شاء الله. صباحكم خير وصباحكم بركة. هلا نحن بنعرف دائما الالوان هي علم مثبت وايضا كمان الطاقه بشكل عام كمان هي ضمن العلوم. اليوم اذا هيك حبينا نحكي او نشرح اكثر عن علم الالوان وهو كثير استخدم لتحديد سلوك البشر. صح، خبرينا اكثر شو هو علم الالوان علميا. اولا صباحكم حلو، وهلا بنشوف سبحان الله الالوان موجوده بالطبيعه قبل اي شيء بالكون. يعني نحن بنلاحظ انه البحر فيه ازرق وهو بضل يتحرك ويعمل مثلا موج، السماء صافيه هي مثلا بتكون احيانا زرق وابيض، الطبيعه بشكل عام بتكون خضراء. واذا واحد مثلا نفسيته تعبانه او ما له مرتاح ما بيقولوا له روح مثلا روح على الجبل، روح على الخضار، على شيء مكان فيه خضار ليريح نفسيته. معناته سبحان الله علم الالوان هو علم رباني، يعني الله سبحانه وتعالى خالقنا بشيء معين. بتحسي ضوء الشمس بيعطينا طاقة انه نحن نفيق نتفائل، الليل بيعطينا السواد انه نحن ننام نهدى. صح. يعني الطبيعة بحد ذاتها بتفرض علينا الألوان. هلا بشكل عام لكل يوم في ترددات على حسب الكوكب يلي هي بتتبع له. يعني مثلا نحن اليوم الأحد اللون المناسب الترددات تبعه بيكون لونه أبيض، امبارح كان سبت كان أزرق، بقى كل يوم من ايام الاسبوع له تردد خاص، هذا التردد بيدعمه بيقويه، يعني بيجعل هيك بتفوت الطاقه علينا بانسيابيه اكثر، هي اذا بدنا نحكي كترددات. هلا بطاقه المكان صراحه انا بقول انه كل الالوان مهمه وكل الالوان ضروريه لانه كل لون من الالوان له عنصر له وظيفه مثل ما احنا بنعرف. هلا اكثر لونين هن قوايا صراحه الاحمر والبنفسجي، هدول بشكل عام الاحمر مثلا لاحظ بمطاعم الوجبات السريعه بيستعملوا الاحمر مشان الواحد ياكل بسرعه ويقوم لانه بيضوج اذا كثير حطيناه. مشان هيك انا دائما بنصح الاهالي انه ما يكون بغرف النوم خصوصي للاطفال او المراهقين لا الاحمر ولا الاسود، حتى مثلا تواجده ضروري احيانا بس بنسب قليله. وكمان في لون كثير بحب شير له هو لون البنفسجي او الموف. هلا احنا بنحبه لان بيريح لنا نفسيتنا، بس هلا سبحان الله في غنيه بيقولوا له يا بنفسج انه هو زهر حزين، انه اللون الكثير تبع البنفسجي او الموف كثرته بتعمل حزن وكآبه وبتستدعي افكار يعني ما بيكون بدنا اياها بتزعلنا. كمان انا بقول انه ما نستعمله بكثره، يعني انا مع انه احنا بطاقه المكان كل الالوان نستعملها بس بحكمه وبنسب قليله. هلا طبعا البيوت الصغيره اكيد انا بفضل دائما انها تكون بيضه بلون سال بيج، ونحن بنحط اكسسوارات يعني شوفوا هلا مثلا ازرق اخضر يعني بتعمل الوان. صحيح. حلوه خلطه فينا نقول انه خلطه. مثلا غرف الاصفر لون كثير حلو بحفز وحلو كثير وكثير منيح للابداع وبيعطي تفاؤل، يعني ممكن نحطه بغرف الاطفال. ما كثير نتجه للبني، هلا البني هو لون دافي وكلياتنا بنحبه لانه بيرمز لنا للارض للطبيعه، بس انا بقول كمان كترته كمان بتعمل كآبه. يعني دائما اذا كانت غرفنا مثلا خشبيتها بني انا بقول خلينا نكسرها باكسسوارات ثانيه الوان ثانيه. مزبوط. وهون كان بدي اسالك، يعني نحن اليوم الالوان موجوده بكل شيء بحياتنا طبعا ابتداء من شكلنا حتى للعلاج. العلاج صار بالالوان. صحيح، ابتداء من شكلنا للبسنا لوين بناكل وين بنشرب شو كل شيء بنعمله داخل فيه الالوان من دون ما نحس، يعني هلا من نختارها احيانا. صح حضرتك تفضلتي ان احيانا بيكون الانسان نفسيته مثلا تعبانه ما له مرتاح ممكن يتجه لا شعوريا مثلا على اللون الاخضر بيريح له نفسيته. مزبوط. تلاقي انسان فايق هو حاسس حاله مبسوط ممكن يلبس مثل فوشيا مثلا او مثلا يتجه لالوان هي بتشعره بالسعاده وبالراحه النفسيه. أكيد. بس انا بقول قد ما كان اللون مهم وحلو
ومريح انه ما نستعمله بكثره، لانه بصير بيعطي عنصر محدد، يعني يا عنصر تربه يا عنصر هوائي يا عنصر مائي مثل الازرق او عنصر معدني. يعني دائما نحن حتى الابيض هلا قد ايه حلو، هلا الله يبعث البركه والخير. هلا كنتوا عم بتقولوا انه مثلا نحن عنا بس الابيض كمان بيريح النفسيه بيريح، بس سبحان الله ما في، اذا ضلينا بمنطقه كلها ابيض بعد فتره بتدوجي، لانه هو بيرمز للمعدن، ما فيك بتعدي فتره بعدين بصير بدك عيونك بدها لون ثاني. ونفس الشيء اذا كنا بالطبيعه كلها خضراء فيك تعدي يوم يومين بعدين بتصير تطلعي على الجزء تبع الشجره بصير بدك بني الوان ثانيه. حكينا هيك معلومه كنا عم نقولها سلمى، انه احيانا بتجهزي حالك لمشوارك لشغلك، تكوني مجهزه مثلا انا حلبس بكره هيك، في الصبح بتفتحي حزامتك بتاخذي شيء ثاني بتتركي الشيء. طبعا هاي القصه لها علاقه بالحاله النفسيه تقريبا النفسية. او فينا كمان نقول اذا سبحان الله الانسان البني ادم هو بحاله يعني اجزائه او مثلا خلينا نقول بيشفي حاله لحاله، يعني في الوان لها علاقه بالحالات النفسيه وفي الوان لها علاقه بالحاله المرضيه. يعني انسان بيكون مثلا حاسس بطاقه، نرجع نضل انه بنقول طاقه غضب او كبده شوي تعبان او شيء، بيتجه للون الاخضر لا شعوريا، لا بيكون حاسس حاله انه هو عنده تعب معين، لانه مثل ما قلنا الالوان تساعد بطاقه الشفاء. هلا في احيانا مثلا مقابله بيكون واحد عنده مقابله او شيء بده حكي مشان شاكره الحنجره بيكون بده ازرق، بتلاقيه مثلا هو منقي يلبس رمادي مثلا صح. اسود، بتلاقيه فجاه صار يدور على ان شاء الله لو فولار ازرق لو ربطه زرقاء مشان الشاكره اللي مثل ما قلنا الموجوده شاكره الحنجره. احيانا بيكون متجه للاورانج. في علاقه بين اللاشعور والطاقه اللي بجسمنا؟ طبعا اكيد، لانه هو يعني ما بننتبه لهي القصه، ولكن ولا هي كثير يعني مهمه صراحه بالقصة. هي ترددات، واثبت طبعا العلم بشكل قاطع انه اللاشعور بحب التكرار والتردد، اي شيء مكرره لا يعني ل 21 مره 14 يوم بصفي عنا عاده، بصير نحن بناخده بشكل طبيعي عادي. وحتى كثير هلا في ناس تلاقي مثلا بيلبسوا لون، انا بنتبه لهم وصرت منتبه لهم كثير من خلال استشاراتنا وهيك، بصير عندهم عاده اللون، بيكونوا هن ما كثير بحبوه، بس لان مثلا بعيد من هون مثلا مرقوا بحاله حزن او شيء صاروا يلبسوا اسود كحلي راحوا على الالوان الغامقه، بتلاقيهم باللا شعور بقيه حياتهم تلاقيهم دائما عم بيميلوا لهالالوان الغامقه، ما بيقعدوا بيحسوا انه هي الالوان، ما بيقعدوا مع حالهم مع اللاشعور تبعهم. نحن بنقول انه هي الصلاه، هي صلتك مع رب العالمين، مو انه نصلي ونركض او مديتيشن او اي شيء، انه لما انت تعدي مع حالك بتكوني عم تشوفي اللاشعور تبعك او عقلك الباطن او اللاواعي هو شو بده وانت شو بدك تعطيه كمان. صحيح، ويمكن لهيك يعني نحن صرنا نشهد بالفتره الاخيره الحديث يكثر عن هذا الموضوع، موضوع الالوان والتداوي بالالوان، وخصوصا انه اليوم حتى التداوي بامور اخرى صار مكلف اكثر للحقيقه. يعني اليوم انا لما بقدر روح اقعد بجنينه فانا فعليا ما عم بتكلف مصاري، يعني هو صارت حتى هي شغلات بسيطه بيقدر الانسان يعملها ما بتكلفه شيء، اللي هي العوده للطبيعه، ممكن قطعه ثياب عنده يلبسها يرتاح فيها صح. نفسيا، وكمان الاشخاص اللي جنبه قديش اليوم كمان الالوان طاقه الناس والالوان. يعني اوقات انا مثلا بحس انه ماني قدرانه اطلع على هذا الشخص من اللبس اللي هو لابسه، بكون بدوجك اللون بدوجك صح. شوفي لأنت... اليوم نحن كيف هيك عطتنا طاقه حلوه صح هذا اللون، يعني الوردي هو والفوشيا صح. بشكل عام اول ما تلاقي اي قطعه ورديه او عندك فوشيا بتطلعي فيها بتحسي عندك شعور يعني مجبره انك تكوني مرتاحه او مبسوطه، بيعطيكي لون سعاده بيرتبط بالطفوله بالهيك. هلا مثل ما حضرتك تفضلتي في نقطه كثير مهمه، انه نحن فعلا اذا رحنا على الجنينه وقعدنا يعني انا بسميه علاج مجاني صحيح، بس هو الاهم انه يكون عندنا وعي انه نحن نوعى، انه نحن عم نطلع بالشجره، انه نحن نصفي ذهننا انه نحن جايين نطلع بهي الشجره ناخذ طاقتها الحلوه نستمد منها طاقه حلوه ننسى كل شيء. عرفتي شلون؟ هو بسموها قوه الان، انه هلا انا قاعده انه هلا انسى كل شيء وخليني هلا مع هالشجره مع هالساقيه مع هالبطه البيضه مع اي شيء انه انا استشعر. وشغله ثانيه لما بدنا نلبس كثير مهم واللي اهم هو النوايا، نحن كثير ناس غافلين عنها، مع انه نحن كعرب
كثير عندنا النيه انه يعني انما اعمالكم بالنيات طبعاً. اي شيء لازم نحن حتى لو بدنا نلبسهم حمله نيه حلوه ونقول انه نحن بدنا نلبسهم انه بدنا طاقه فرح بدنا طاقه ايجابيه بدنا طاقه حلوه نلبسه ويكون عندنا هي الطاقه ونعرف انه هذا الشيء رح يساعدنا فعلا بيساعدنا لان كل شيء بالكون له اهتزازات والالوان اهتزازات وحتى القطع الصوف اهتزاز النايلو اهتزاز كل شيء له اهتزازه بقى نحن لما نلبس اي قطعه او يكون عندنا اي شغله نستعملها مباركه او نحط لها نيه حلوه هي رح تساعدنا سبحان الله. انا بعتقد انه انا نصيحتي انه يجرب الانسان هذا الموضوع قد ما كان مستعجل او متضايق او انا بعرف بقول هلا ضغوطات اوكي بس هي الكلمه انه ضغوطات وانا ماني مرتاح وانا مدري شو هي كلياتها عم تكررها انت عم تطلب من الكون او عم يعني اطلب وتجده انه نحن عم نطلب هذا الموضوع خلينا نكون عندنا وعي انه انا بدي يكون احسن انا بدي يكون هلا بقولوا الظروف اوكي الظروف بتتغير لما نحن نتغير من جواتنا لا يغير يعني لا بيقولوا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يعني نحن اذا بلشنا من جواتنا انه نحس انه نحن طاقتنا بدها تصير حلوه نشوف الالوان نصير عندنا وعي انه نحن لوين عم نطلع شو الالوان اللي عم تجذبنا كثير سهل هلا صار فينا نفوت على جوجل او اي سيرش انه انا حابه لون البني لشو انه انا شو ناقصني انا حابه اللون الابيض انا شو بيرمز يعني كثير فينا ندخل هذا الموضوع. طيب بشكل عام عم تقولي انه نحن فينا نفوت جوجل ونطلب المعاني الالوان وشو نختار منه. طيب انا بجوز هذا اللون ما يناسبني كترددات بين جسمي وبين هذا اللون ممكن يناسب سلمى اكثر في هيك شيء او لا هو المعنى عام لكل الاشخاص؟ هلا اكيد في لانه هلا في عندنا نحن طبعا بعلم الارقام انه في حدا مثلا بيكون رقمه 9 نار مثلا لنحسب خلينا نقول مواليد الألفين هن بيتبعوا طاقه النار. هلا هن طاقه النار الالوان اللي بتقويهم هي مشتقات الاحمر النار. اذا بيلبسوا ازرق الازرق شو بيعمل للنار بيطفي ما بيكون داعم له بينما البني بيدعمه. هذا الموضوع شوي بيكون شائك بس هو الانسان عشان هيك بنقول انه ما يعني بالعامي يلزق بلون معين عرفت شلون. ومثل ما قلنا اذا الانسان عنده وعي بيكون هو طبيب حاله يعني بيلبس لون بيقول انا ماني كثير مرتاح انه مثلا بيكون لابس لون لنحسب ازرق 3 ايام بقول انا ماني عم بشعر اني مرتاح او بصير بيراقب حاله صح. انه انا لما البس ازرق روح لهالمنطقه ما عم بنجح كثير بيكون هو رقمه نار احمر وعم يلبس مي عم بتطفي يعني عند معلومات على حاله صح. معلومات مهمه وبنتمنى يا رب هيك نكون عم نقدم دائما كل الافكار اللي تساعد الناس ولو بابسط الحلول ما نستغرب في اوقات حلول صغيره بس بيكون لها مفعول كبير مفعول كبير. بدنا نشكر وجودك معنا شكرا كثير لك شكرا لك المعلومات وان شاء الله هيك حيكون لنا وقفات ثانيه بصباحات ثانيه ان شاء الله ونهاركم ابيض وضل هيك الوانك حلوه بتعطينا هذا التفاؤل تسلمي لي حبيبتي بيت نهار حلو لك شكرا شكرا شكرا, شكرا.